هوبا انا غريت ولا ايه؟ تعالوا نروح نتمرن على البحر، هتوزن قبل ما اتمرن واخر الفيديو هتوزن واشوف خسيت قد ايه. يلا بينا بقى، ايه نفطر نعمل شويه بروتينات، اللي يعرف اسم الاكله دي ايه يكتب في الكومنتات. بعدها بقى يلا نحتسي قهوه، وبعديها يلا بقى على مكاني المفضل، انا بعشق المكان ده. يلا بقى نتمرن كده، اعمل سيف للفيديو ده عشان تعمل سيف للتمرينات دي، عشان تبقى تعملها اجمد حاجه ان انت تتمرن على البحر. التمرين بيبقى اصعب بكتير لان انت بتتمرن على الرمل، هتعمل بقى كل تمرينه 25 عدة في 5 مرات في 8 مرات. عايزين نستنى بقى اخر الفيديو اشوف انا خسيت قد ايه. عايزين برضو ايه نجري شويه على البحر كده، وبعديها ننزل نعوم شويه في البحر، وهوب بس كالوبا. عايز برضو اروح احتسي شويه قهوه تانيين كده. اوعى تنسى تعمل سيف للفيديو دي بقى شويه صور كده عشان الابلكيشن التاني. هوب بس كالوبا. بعديها بقى يلا ننزل البحر نعمل فش فش مع الفش. يلا بينا بقى دلوقتي نروح نتوزن، اللي يعرف انا خسيت كام يكتب في الكومنتات.